خليني بس اروح لتقرير مع دكتور عصام سراج وارجع بقى نقطه التحول ونقطه الاصابه وتحولك بقى انك ترجع تبقى اقوى من الاول. هروح لتقرير مع دكتور عصام سراج وارجع اكمل كلامي مع هشام عن طبعا اصابته ونقطه تحوله في كره القدم بقى، لان في دايما في كل لعيب كوره عنده نقطه تحول بتخليه بني ادم تاني. نروح للتقرير سريع ونرجع نكمل. كابتن حسام مهتم جدا ان يبقى هشام موجود معانا في النادي بصفته ان هو من وجهه نظر كابتن حسام وراي الناس كلها ان هو افضل محور افتكاس اللي موجود في مصر. هيبقى صفقه مهمه، هيبقى هندمج معانا في الفرقه لان هو اصلا ابن النادي، متواجد معانا في خط المنتصف مع حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السوليه، اكرم توفيق ان شاء الله في المستقبل. فكانت صفقه مهمه جدا، ده كان اختيار مهم جدا للكابتن حسام بدر. بص احنا كنا بادئين الموضوع من فتره طويله وكان اللي هو محمد متفاهم الامر، وبعدين في انديه منافسه دخلت في الموضوع حبوا يعلوا القيمه بتاعت الصفقه عشان لمجرد الدخول في الموضوع، واحنا متفاهمينه جيدا يعني، بس احنا بادئين الموضوع من الاول واتفقنا على كل حاجه من فتره طويله. اللي هو محمد انا بشكره وبشكر مجلس الاداره، الناس التزموا معانا ببعض التفاصيل ونفذناها. في حاجات داخليه ما ينفعش تتعلن وممكن يبقى ليها وقت معين تتعلن فيه، لكن في حاجات مهمه جدا في التعاقد بتاع هشام ما بين الاهلي والمقصه، لكن بنحترم التزامنا وكلامنا معاهم وكل امور لكل مقام مقال يعني. هشام ابن النادي وكان معايا في قطاع الناشئين، قعد اكتر من 10 سنين في النادي الاهلي في قطاع الناشئين، لعيب مميز جدا، كان مهم جدا يعني. احنا كان كابتن حسام كنا عاملين بلان كده، احنا محتاجين مين في مراكز معينه، احنا على طول بندور على الكيف مش الكم. الكيف احنا احتياجاتنا ايه، مش هشتري لعيبه. الراجل كان محتاج اول واحد يتكلم عليه في اولوياته كان هشام، كان مهتم بيه جدا. فاتاخرنا شويه زي ما قلت حضرتك، ان كان في ناس بتحاول انديه معينه بتحاول تنافسنا على الموضوع، لكن هشام حسم امره من بدري. تعطلنا شويه، كان في ضغوط، بعض الضغوط عليه وعلى وكيله وعلى نادي المقصه، ولكن الناس في الاخر كان قرارهم واختيارهم من النادي الاهلي. ربنا يوفقه يا رب، وان شاء الله انا اراهن عليه ان هو يبقى حاجه جامده جدا في النادي، لان هو عنده شخصيه النادي الاهلي تفرق دين كتير جدا مع اللعيب اللي جاي النادي الاهلي. ادام عنده شخصيه النادي بيتوفر عليه 70-80% من المشوار. ربنا يا رب يوفقه، وبقول له ما تركزش في اي حاجه غير الملعب، اي كلام يتقال مالكش دعوه بيه، ركز في الملعب وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله. يعني اكيد يعني دكتور عصام لازم اخد من كلمته ان في بعض الانديه كانت وقفت في الصفقه وكانت هتخليها تبوظ، ولكن طبعا زي ما نقول الفيصل دايما هو اللاعب.